هي الضربة بتاعت الكنيسة والضربة بتاعت شارع الهرم وكل الضربات اللي مقصود بها الشعب المصري والجيش المصري وغلو الأسعار بس هي دي الحاجة الوحيدة المؤثرة في البلد. يعني واحد مهم وكده الدولار لما بقى 20 جنيه أثر معايا جامد لأن يعني بقيت بش يعني الحاجات اللي بقيت بشتريها من بره من مثلا اوروبا وبلاد الهند لما كنت بشتري منهم حاجات يعني الدولار ده اثر معايا جامد يعني ما عدتش بعرف اشتري الحاجات دي اكتر حدث مؤثر كان هي الحرب على حلب مناظر الاطفال والفيديوهات اللي بتنزل والتعذيب اللي كان بيحصل للناس يعني هناك كان بيخليني احس ان اهو بجد احنا مش بني ادمين او مش حاسين باللي بيحصل هناك او اصلا اللي بيعملوا كده هم مش بني ادمين والمشاركين ومن ضمنهم احنا بسكاتنا احنا مشاركين في ده فيعني كان دي اكتر حاجه بتتعبني نفسيا كنيسه القديسين واسمه ده في حلب الضرب في حلب يعني كان ماساه انسانيه جامده جدا جدا يعني سواء اي حد اي ديانه مش مسلم يعني يحزن اللي بيحصل هناك تحرير الاغتصاب في دوله السودان ومصر والحاجة اللي كانت ملفتة للنظر كان تم التحرير في يوم واحد في نفس الساعة 10 مساء في ذات اليوم تم تحرير الاغتصاب أو تحرير العملة ما بين في دولتي السودان ومصر وارتفع بموجبها الدولار إلى 19 جنيه هنا وهناك بالتالي كانت المعيشة والغلاء المعيشي الحاصل الآن في دولتي السودان ومصر نتمنى انه مع بدايه عام 2017 ان يكون هناك الرخاء والسخاء والعيشه الهنيه للدولتين السودان ومصر. الاحداث الحاصله في سوريا وفي اليمن انعكاساتها سلبيه على الاقتصاد في السعوديه بالذات لان السعوديه اثرت كثير جدا بحرب اليمن. وهذا الانعكاس كان انعكاس سلبي يعني.